بداية نبدأها معاكم وفي جولتنا لعالم تويتر وأبرز التغريدات المميزة. معنا التغريدة الأولى من حساب أسلوب راقي: عودة العمرة في 4 أكتوبر لعام 2020 ميلادي، طافت الأرواح قبل الأجساد من وله، يا الله منظر يسر الناظرين. فعلا راح نشوف مع بعض هذه اللقطات الجميله جدا لمنظر جميل ويشرح القلب، وكثير من الناس قلوبها مشتاقه اكيد للحرم الشريف، والحمد لله اللي اعاد لنا القدره في الذهاب لهذا المكان الطاهر، والدوله لم تقصر في خدمه المعتمرين والحرص على سلامتهم من خلال اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه، واكيد لا تنسونا من دعواتكم. إلى التغريدة الثانية من حساب سيلبز أرابيك: كمامات لانا ديري تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن جميع أنواع الفيروسات تستطيع الدخول من خلالها. هذه هي الكمامة يا جماعة، هذه مو بس فيروسات تدخل من خلالها، كل شيء ممكن يدخل من 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 ظاهر والشكل الخارجي، وكذا بتعرض حياتها وحياة غيرها بالتأكيد للخطر. انتبهوا يا ناس وابتعدوا عن العبث وما عليكم في الموضة، أهم شيء بالنهاية هي كمامات واحدة وشكلها واحد وتؤدي الغرض المطلوب. إلى التغريدة الثالثة من حساب ناصر حضرم: وكل ما أرى هذا المقطع وهذه الزاوية من زوايا العالم أشعر برهبة، رهبة مفاجآت الطبيعة التي كلما نظن من أنها انتهت تبدأ من جديد، وكأن الطبيعة تقول: هل اكتفيتم من جمالي أم تريدون المزيد؟ هذا هو المقطع، وهذا بالفعل هو جمال صنع الخالق سبحانه وتعالى. كل التفاصيل اللي بنشوفها في هذه الطبيعة تجعلنا نسبح بحمده وبعظمه أكيد ونعظمه. الجمال اللي تحمل الطبيعة بين جنباتها لا تمل منه العين، والاختلاف والتباين في خلق الله وسبحانه وتعالى ظاهر للعين وممتع في نفس الوقت. صراحة من أجمل المناظر الطبيعية اللي فعلا شفناها إلى الآن، وبإذن الله يعني نشوف كثير من المناظر خلال الفيديوهات والصور، نتمنى في يوم زيارتها. إلى التغريدة الرابعة من حساب نصائح التربية: طريقة تعليم الأطفال مسكة القلم بسهولة. كثير من الأباء والأمهات ممكن يجدون صعوبة في تعليم الطفل مسكة القلم، هذه الطريقة اللي شايفينها مع بعض في الفيديو ممكن تسهل عليك الكثير وعلى الأباء والأمهات والأطفال بنفس الوقت. جربوها، ممكن تكون نافعة خاصة للأطفال لأول مرة يستخدمون الأقلام وما يعرفوا كيف ممكن يمسكوها بطريقة صحيحة. صراحة جازت لي الفكرة وممكن نجربها مع الأطفال اليوم. إلى التغريدة الخامسة من حساب هوميروس، خلونا نشوف إيش قال: اكتشف مؤخرا أن أحد قائمة الجزيرة بوتون الإندونيسية يمتازون عن غيرهم بعيون زرقاء وناصعة وفريدة من نوعها، وهذا الأمر بسبب عامل جيني أو ما يعرف بمتلازمة واردنبرغ، حيث من الممكن أن يمتلك الشخص عينين باللون الأزرق الناصع أو عين واحدة باللون الأزرق زي ما احنا شايفين في هذه الصور. سبحان الله في خلقه، هذا اللي أقدر أقوله الصراحة. شوفوا كيف في ناس بس بعين واحدة زرقاء وناس ثانيين كمان عينهم الاثنين زرقاء، فسبحان الله فعلا نعيش ونشوف ونتعجب من خلق الرحمن. هذه كانت آخر تغريدات المميزة لليوم، ولكن أكيد مكملين معاكم بعد الفاصل كيف تضع خطة لتعلم اللغة الإنجليزية عن بعد. انتظرونا.